طبعا بنتكلم طول الوقت عن التغير المناخي والتداعيات الناتجة عن التغير المناخي، وبنسمع دايما مصطلح كده هو البصمة الكربونية، اللي هي بتكون عبارة عن ايه؟ عبارة عن اجمالي انبعاثات غازات التدفئة الناتجة بشكل مباشر او غير مباشر عن يمكن فرد او منظمة او حدث او حتى في بعض الاحيان منتج. صحيح، بس انت زي ما قلتي احنا عايزين نتكلم عن البصمة الكربونية. معناها ايه؟ ايه مفهوم البصمه الكربونيه؟ ازاي نقلل البصمه الكربونيه؟ ازاي نساهم كاشخاص ومؤسسات ودول كمان في التكيف مع التغيرات المناخيه؟ كل هذه التفاصيل هيقولها لنا الدكتور علاء سرحان، استاذ اقتصاديات البيئه اللي معانا دلوقتي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يا اهلا بحضرتك. في البدايه لو نوضح للناس كده ما معنى مصطلح البصمه الكربونيه. هو الحقيقه الاستاذه بسنت يعني تفضلت في البدايه ان هي قالت التعريف بتاعها، بس انا هعيده تاني برضو للساده المشاهدين. هو الحقيقه يعني هي اجمالي كميات الغازات الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري هنقول يعني ايه احتباس الحراري؟ اللي هي يعني الرئيسيه فيها هي طبعا ثاني اكسيد الكربون، بس هناك ايضا غازات اخرى للاحتباس الحراري التي تحتبس الحراره داخل الغلاف الجوي عندنا في الارض، ودي طبعا متصله بشكل يا اما مباشر او غير مباشر بجميع الانشطه الانسانيه. احنا لما بنتكلم على البصمه الكربونيه للفرد، لو للفرد هي مرتبطه بجميع بشكل مباشر او غير مباشر جميع الانشطه الانسانيه او جميع الانشطه المتصله بالفرد، من اول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام، ودي طبعا طبقا للنمط الحياه بتاعه بحسب او ما يطلق سلوكياته. عليه لايف ستايل. اي فندم؟ بحسب سلوكيات الفرد، حسب سلوكياته وحسب عاداته وحسب تقاليده وحسب ثقافته وحسب دخله، مهم جدا، وحسب مستوى تعليمه. يعني هناك الكثير والعديد من العوامل التي تدخل وتتحكم في مدى يعني ارتفاع او انخفاض البصمه الكربونيه للفرد. طيب، يعني نفهم من كده ان كل شخص ليه بصمه كربونيه بتاعته مختلفه عن التاني. مختلفه تماما، حتى حضرتك في نفس البيت، في نفس العائله، في نفس الفصل المدرسي، كل فرد بيكون له بصمه كربونيه بتختلف بسبب سلوكياته وبسبب زي ما قلنا الكثير من يعني ثقافته وتعليمه، وكمان هو انسان مسؤول او غير مسؤول. بالظبط، كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في النقطه دي، ان احنا كلنا عندنا مسؤوليه تجاه مجتمعاتنا، تجاه الارض اللي احنا عايشين عليها، عشان نقدر نسلم ده للاجيال اللي جايه. ازاي اقدر انا كشخص بساهم في البصمه الكربونيه بتاعتي بشكل مثلا كبير شويه، عن طريق ان انا باخد عربيتي كل يوم بروح مثلا الشغل، التدخين، كل الحاجات دي اكيد بتاثر. ازاي انا كشخص اقدر اقلل من بصمتي الكربونيه طبعا بسبب مسؤوليتي تجاه الارض اللي انا عايش عليها؟ طيب يا فندم، ده سؤال مهم جدا، وحضرتك لمستي حاجه يا استاذه بسنت اللي هي المواطنه البيئيه، environmental citizenship، يعني ان كل انسان بيعيش على وجه هذا الكوكب في اي بلد كان لا عليه واجبات وعليه مسؤوليات تجاه البيئه، لان البيئه دي هي المستقبل، البيئه دي هي الحياه بالنسبه له، وبالتالي له وعليه مسؤوليات. طيب حضرتك قلتي عده نقاط كلهم يعني تماما بيروحوا في الهدف، يعني ان انا كمواطن كانسان اقدر عن طريق سلوكياتي وتصرفاتي ان انا اقلل من البصمه الكربونيه والضغط اللي بعمله على البيئه والضغط اللي بعمله على الموارد اللي موجوده عندنا اللي هي المحدوده والتي ستؤثر بالفعل على الاجيال القادمه، ان احنا بنقلل لهم نصيبهم من جوده الحياه ونوعيه الحياه والى اخره. احنا مثلا اول حاجه حضرتك ممكن نعملها في البيت عندنا، نبتدي بالبيت ثم بنخرج من البيت هنعمل ايه؟ لو احنا في البيت عندنا الكثير من استخدام الأدوات أو الأجهزة المخفضة لاستهلاك الطاقة، يعني مثلا نغير اللمبات بتاعتنا إلى لمبات اللي هي المخفضة للاستهلاك الموفرة. بالظبط كده يا فندم، أجهزة كتير جدا عندنا، حتى احنا لو حسبناها حضرتك ان احنا لو استثمرنا في اجهزه كهربائيه جديده هندفع فيها فلوس اكتر، ولكن الوفر في استهلاك الكهرباء، حتى احنا بنتكلم على جبنا يعني الوفر المادي بتاعنا، مش مهم يعني لو خرجنا من قصه ان احنا مواطنه بيئيه وعايزين نخفض، لكن حتى هنوفر
فلوس لنا كمان لو احنا استثمرنا في اجهزه كهربائيه موفره للطاقه في بيوتنا، هنلاقي ان في على مدى معين مثلا نحسبها برضو الوفر في استهلاك الطاقه وفواتير الكهرباء اللي هتيجي هتبقى يعني تبرر احنا ليه لازم نستثمر في اجهزه كهربائيه موفره للطاقه. ده نمره واحد. نمره اتنين موضوع التكييفات يا فندم والدفايات والحاجات دي، احنا بطرق بسيطه جدا لو قدرنا نقلل درجه الحراره اللي الترموستات بنظبطه عليها هتوفر كتير جدا في استهلاك الكهرباء، ومش هتفرق معانا كتير قوي في ان انا قدرت اصل الى درجه معينه من البروده في عندي في البيت او في الغرفه اللي انا فيها في خلال ربع ساعه ولا يعني نص حتى ساعه. اختياري لدرجة حرارة التكييف نفسه بتفرق. بتفرق كتير جدا يا فندم، في دراسات كتيره بتولي الكربون فوت برينت، بتولي البصمه الكربونيه عند درجه حراره مثلا 25 او عند درجه حراره 22 23. والفرق بينهم قد ايه. ده نمره واحد. نمره اتنين انا استخدامي للمياه في البيت كمان، استخدامي للميه في البيت مهم جدا جدا جدا، لازم اقلل استخدامات الميه بتاعتي بقدر الامكان، ولازم استخدم الكثير من يعني لو عندي حاجه زي ما بيقولوا بتسرسب او يعني فيها ليك فيها نوع من انواع تسريب. مثلا مصخوره بتنفس ميه او كده اصلحها علشان خاطر اقدر ان انا بقدر الامكان احافظ على موارد المياه اللي داخله لي في البيت. ثالث حاجه حضرتك المخلفات اللي عندي، تولد المخلفات اللي عندي ده اكبر شيء بيؤدي الى مشاكل في التغيرات المناخيه والبصمه الكربونيه. ليه؟ لان النقل بتاع المخلفات عندي الى المثوى الاخير لها سواء هنحرقها ونطلع طاقه او هنحرقها بس او هندفنها، التخلص الامن زي ما بنقول يعني. التخلص الامن يا فندم ده بيؤدي الى ارتفاع البصمه الكربونيه بكتير جدا. ليه؟ لان النقل والتوزيع والتخزين الى اخره. فانا اقلل من المصدر من البيت كميه النفايات المولده، وبقدر الامكان اقدر استخدم مره اخرى الكثير من المواد التي ينتفع الغرض منها. يعني انا خلصت عبوه معينه، هل العبوه دي ممكن اروح املاها تاني؟ هل ممكن اعاده الاستخدام او اعاده الاستعمال مره اخرى؟ مهمه جدا. طيب لكن حضرتك عارف يا دكتور علاء ان احنا يعني دايما نقول ايه، يعني هي جت عليا، يعني هو شويه بالزبط. الميه اللي نزلوا زياده من الحنفيه دول هم اللي هياثروا في الكوكب وهم اللي هيعملوا التغيرات الورقه. وهم اللي هيرفعوا البصمه. ايوه يا فندم الكربونيه. هيحصلوا. انا الناس مهم بتسال. جدا، انا بعتبر نفسي يا فندم ان انا كمواطن انا مهم جدا، وان حاجات كتيره جدا بتعتمد عليا، صحه هذا الكوكب صحيح، ومستقبل هذا الكوكب مفهوم بيعتمد طبعا. عليا. عشان كده لو فكرت ان انا انسان قراري مهم جدا لغيري والناس كتيره جدا، هي دي ما يطلق عليه بالمواطنه البيئيه، ان اي قرار المواطن بياخده بيؤثر على غيره، وبالتالي لازم هو يكون انسان مسؤول وانسان على قدر كبير من الوعي، بحيث ان سلوكياته تبقى ماشيه يعني لاحترام الغير والتفكير في المستقبل وفي اولاده وفي احفاده من بعده. صحيح، مهمه جدا الحكايه دي. طيب فاحنا اتفضل اتفضل يا فندم. لا كمل يا فندم مع حضرتك. فهو حضرتك اول ما بنخرج من البيت موضوع النقل والمواصلات برضه مهمه جدا، لان تاني اكتر حاجه بيصدر عنها غازات احتباس حراري بعد انتاج الكهرباء والطاقه عامه هي طبعا النقل والمواصلات. كل ما اقدر افكر قبل ما اخرج ازاي ان انا اقدر استخدم مواصلات عامه، او ازاي ان انا اقدر اخد توصيله مع احد الجيران، او ان يبقى في ابلكيشنز في تطبيقات على المحمول الجهاز المحمول، بحيث ان انا لما اجي انزل اقدر ان انا الاقي يعني ان انا اخد اشارك في توصيله مع حد من الجيران او حد من المنطقه اللي انا فيها، دي كلها بتقلل طبعا الانبعاثات عن طريق السيارات الخاصه والى اخره. مش بقول ما تاخدش السياره الخاصه، بس تقدر تاخد سياره خاصه، خد معاك ناس اكتر عشان بتقل البصمه الكربونيه بعدد الافراد الموجودين في السياره. فده نمره اتنين. نمره تلاته طبعا استخدام السيارات الكهربائيه او السيارات اللي هي الكفاءه بتاعتها في استخدام طاقه عاليه، اللي هي يعني فيول افيشنت يعني استخدامها كذا، او السيارات اللي من الممكن ان هي تكون بتشتغل هجين يعني هايبريد يعني كهرباء مع غاز طبيعي، او لو غاز طبيعي طبعا تبقى كويسه جدا، لان الغاز الطبيعي بتقلل كتير من غازات الاحتباس الحراري يعني بتطلع كربون الى اخره وكده، ولكن بالنسبه اقل كتير جدا من البنزين العادي.
ففي وسائل النقل والمواصلات هناك الكثير والعديد من الاجراءات والوسائل التي يمكن انا كمواطن ان انا يعني اسلكها او يعني ان انا اعملها بحيث ان تقلل البصمه الكربونيه. ولو انا اروح عندي بقى مثلا شركه، انا ممكن اشجع الموظفين اللي عندي انه نعمل الكار بولينج او ان احنا نعدي على بعض. بعض الشركات بتعتمد فكره ان احنا نكتب في اخر كل ايميل فكر في مسؤوليتك البيئيه قبل طباعه هذا الايميل. الحاجات البسيطه دي مهمه قوي عليا كفرد مسؤول عن افراد تانية، او حتى كرب اسره ان انا اعلم اولادي ازاي ارشط في استخدام الكهرباء. الحاجات دي كلها مهمه جدا. كمان احنا حابين نتكلم مع حضرتك عن، يمكن عايزين نعرف متوسط استخدام او متوسط البصمة الكربونية للفرد في الدول الصناعية اللي هي اعلى بكتير من عندنا. حابين حضرتك تكلمنا عن الموضوع ده. طيب هو يا فندم الحاجة الغريبة اللي هتتقال، ويمكن دي في أدلة علمية عليها، أن ليس بالضرورة أن الأفراد في الدول الصناعية الكبرى تكون البصمة الكربونية بتاعتهم أعلى مننا، بالرغم من تمتعهم بالكثير من وسائل الرفاهية أو الرفاه بشكل كبير. يعني عنده سيارة وعنده الكثير من الأجهزة الكهربائية التي قد لا تكون متوفرة بالنسبة للمواطن العادي في دول العالم الثالث أو في دول النامية مثلا بصرف النظر. ولكن الحاجة الغريبة أن الكثير من الدراسات اللي اتعملت بتقول أن الدول الغربية أو الدول المتقدمة أو الدول الصناعية الكبرى، بالرغم أن هي الصناعات فيها صناعات متقدمة جدا جدا جدا، وعندهم طبعا وصلت وسائل يعني الفرد مثلا بالنسبة له عنده نسبة سيارات ونسبة حاجات كهربائية أكثر بكثير من الدول النامية، إلا إن البصمة الكربونية للفرد نفسه بتكون مش كتيرة قوي زي ما احنا متصورين. ليه؟ ليها لأن وحدة قياس هناك طيب؟ وحدة القياس اللي احنا بنحسبها حضرتك بالنسبة للفرد، بنشوف يعني حضرتك عايز يعني أتكلم شوية على إزاي بنحسب البصمة الكربونية؟ أيوة فندم. طيب هو حضرتك البصمة الكربونية أنا ممكن أحسبها على ايديا دون اللجوء الى تطبيقات، هناك تطبيقات موجوده بتبقى حتى على الموبايل او بتبقى عادي على الانترنت، ان بدخل الكثير من الانشطه بتاعتي انا كفرد. بقول مثلا انا النهارده ركبت سياره اخذت مشوار مثلا من كذا الى كذا، والعربيه دي بياناتها كذا عشان خاطر نعرف كفاءه معدل استخدام الحرق. الطاقه والحرق بتاعها. نمره اتنين باجي اقول مثلا انا اكلت ايه النهارده، كميه اللحوم اللي اكلتها ونوعها ايه، لان اللحوم انتاج اللحوم والمواشي بيؤدي الى طبعا زي ما احنا عارفين كلنا مقارنة فزاد بالخضار الاحتباس والفاكهة. الحراري اللي هي الميثان اللي هي طبعا اخطر بكتير قوي من ثاني اكسيد الكربون. باجي اقول النهارده انا فتحت التكييف قد ايه وقعدت قد ايه، فكل فاتوره الكهرباء من الممكن جدا ان انا مثلا فاتوره الكهرباء لو عايز اتخطى الكلام ده كله من الممكن جدا ان انا اقول مثلا فاتوره الكهرباء الشهريه بتاعتي كذا، فكل مثلا كيلو وات ساعه بتقابلها، ودي تختلف طبعا يعني بس هي عامه بنقول كيلو وات ساعه بتقابلها بصمه كربونيه كذا طن مثلا او كذا كيلو معادل للكربون، لان حضرتك زي ما انت عارف ان الغازات الاحتباس الحراري كلها مش زي بعض، والاحترار بتاع كل غاز بيختلف قوته عن صحيح. الاخر، فبنتكلم على المعادل بالنسبه لثاني اكسيد الكربون، وبنحسبها بهذا الشكل وبتطلع البيانات موجوده. بالنسبه على مستوى المنشات زي المستاذه بسنت تفضلت، على مستوى المنشات في تقرير الاستدامه بيتم تقديمه كل سنه طبعا من كثير من المنشات التجاريه او الصناعيه الى اخره، وبتقول البصمه الكربونيه بتاعتها قد ايه، وازاي هي بتحاول هذه المنشاه ان هي تقلل البصمه الكربونيه من فتره زمنيه الى اخرى عن طريق زي ما حضرتك قلتي استخدام ورق اقل، استخدام الطوابع اقل، ما فيش داعي ان احنا في حساسات لاستخدام الكهرباء، اخش الغرفه او المكتب عندي ما الكهرباء بتقطع بعد ما ومهم بخرج عشان كمان يا دكتور ان احنا نكون مستوعبين كويس قوي ان كل شخص مننا عنده مسؤوليه تجاه البيئه وتجاه الارض اللي احنا عايشين عليها. ويمكن زي ما شاذلي كان لسه بيقول كلنا بنقعد نقول هي جت عليا انا،
هو انا يعني صحيح. الميه اللي انا سايبها تسرب دي هي اللي هتنقص الميه من الكوكب. لو كل انا وانت صح انا بالزبط. وانت وانتي وكل الناس مسؤوليه مجتمعيه وجماعيه، ده واجب علينا كلنا ان احنا نعمل كده. كل شكر لحضرتك يعني بالظبط البصمه الكربونيه لكل كل شخص. كل الشكر لدكتور علاء سرحان استاذ اقتصاديات البيئه، بنشكرك يا فندم.